اهلا بحضراتكم من جديد، ودايما احنا في صباح الورد بنهتم جدا بالموضوعات اللي بتهمكم، ومن اهم الموضوعات اللي بتهمنا كلنا هي تربيه ولادنا بشكل صحيح عشان بعد كده نقدر نتعامل معاهم ويكونوا ناس مريحين حتى في التعامل. تربيه الاطفال بتبدا، مش هنبالغ لو قلنا، من الساعات الاولى للولاده، من الساعات الاولى لو احنا سمعنا لهم، لو احنا سمعنا لزنهم، لو احنا سمعنا لعياطهم، هتبقى هي دي طريقة التعامل. الطفل في الساعات الأولى لما بيعيط العادي والطبيعي جدا ان احنا بنروح شايلينه، وبعد كده مع تطور بقى الشهور بيعرف ان ده هو اسلوب التعامل. لما بيبدأ يتكلم بيتنقل العياط ده لزن، ان هو بيلح على الحاجة اللي هو عايزها. كل ما بنستجيب له كل ما بيزيد في الإلحاح على أي حاجة وبيصر عليها. مرة كنت شفت فيديو لبروفيسور إنجليزي بيتكلم عن تربية الولاد، وبيقول إن أكتر حاجة الولاد بيكونوا محتاجين لها فيتامين اسمه نو. إحنا ما بنقولش لولادنا أبدا نو، إحنا دايما بنستجيب لهم، دايما بنستجيب لرغباتهم ولطلباتهم المتكررة. فبالتالي بيبقى عندنا مش بس طفل زنان، ده إحنا بيبقى عندنا كمان إنسان غير مدرك لأي حاجة هو عنده أو بيتمتع بيها. وعايزه اقول لك يمكن يا ايمان ده يعني استكمالا لكلامك، انه لما بيكبر ده بيأثر برضه عليه في المستقبل، بيخليه شخص غير مسؤول بالمره، لانه وهو صغير بيزن فبيتعمل له كل حاجه، فخلاص هو بالتالي بي 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 بيكبر وخلاص ما عندوش اي نوع من انواع تحمل المسؤوليه. عايزه اقول لكم كمان بقى من الجانب الطبي، او الدكاتره كمان بيقولوا ان الزن ده غالبا بيبقى دليل على ذكاء للطفل، لانه بيكون بالنسبه له اسهل طريقه او اسهل حاجه ممكن ياخد بيها اللي هو عايزه. عايز مثلا لعبه معينه او حاجه معينه، يقعد يعيط شويه الام عشان تريح دماغها، طب روحي يا حبيبي خلاص اعملها. وخصوصا بقى كمان ان هو في احيان كتير جدا بيزن وبعدها يعني زي ما نقول كده بيفصل او بيسكت بمزاجه، يعني حسب ما هو عايز. طيب السؤال هنا بقى، ازاي الام تقدر تتعامل مع الطفل الزنان بشكل تربوي او بشكل بقى متخصص؟ ده اللي هنعرفه وهنجاوب عليه دلوقتي مع الخبيره النفسيه اخصائيه التخاطب استاذه سهام حسن. تليفوناتنا مفتوحه قدام حضراتكم، ممكن تكلمونا تسالوا ضيفتنا في اي حاجه. استاذه سهام صباح الورد على حضرتك. صباح الورد عليكي، عامله ايه؟ بصي، هنا في مدرستين، في مدرسه بتقول ان مش المفروض ابدا ان انت تستجيبي للاطفال لو انت شايفه ان طلباتهم غير مبرره، يعني مثلا بيبي صغير خلاص هو واكل ونايم او محطوط من غير ما فيش حاجه خالص وبيعيط، ايه فايده ان انا اشيله؟ يعني ملهاش اي فايده. انا هنا بستجيب له وهو بيضغط عليا بالعياط، وعارف ان هي دي طريقه الضغط اللي بعد كده هتتطور لكلام بقى وزن على طلبات معينه. وفي مدرسه تانية بتقول العكس تماما، بتقول ان احنا لو تجاهلنا مطالب الاطفال ده بيولد طفل عنادي، بيبقى متمسك جدا بارائه، بنولد عنده العناد. هنا الام ازاي تقدر تفصل ما بين الطلب الحقيقي للطفل ان هو فعلا محتاج الحاجه دي، او ان هو بيطلبها لمجرد حب الامتلاك او لحب التحكم؟ تمام. المدرستين اللي انت قلتيهم طبعا، هي في مدرسه واقعه في النص كده الثالثه، هي دي اللي بتفرق ما بين ان انا هربي ابني على الدلع وعلى الزن، وان هو كده انت هتاخد مطالبك واللي انت عايزه بالحاح وزن، وما بين ان انا هتجاهلك فانت هتبقى شخصيه عنيده متمرده طول الوقت مش قابل باي وضع. المدرسة اللي في النص أو المدرسة الحيادية اللي احنا بنتكلم عليها، إن أنا أعرف إيه السبب ورا زن طفلي. يعني في البداية في المقدمة ذكرتي إن الطفل من الساعات الأولى خالص بيبدأ إن هو يزن علشان خاطر إن هو يلفت الانتباه. طب ما أنت واكل وشارب وكل حاجة، مفيش حاجة حتى احنا مغيرين لك، بتعيط ليه؟ بتزن ليه؟ علشان هو أخد من الأم على إن هي فماما تيجي عشان تشيلني. أو مثلا صوت يعني الام اختفى من الطفل، زي ما قلنا في الانترو ان ده طبيعي. الطفل من بدايه ولادته هو ذكي. اكتر حاجه بتنمو عند الطفل او اسرع او بتبقى هي رقم واحد في ذكاء الاطفال، الذكاء العاطفي او الذكاء الانفعالي، الذكاء اللي هو بيعرف بيه يكتشف العالم اللي حواليه. انت بتضحكي في وشه وهو ما فهمش الكلام، او بتضحكي في وشه فهو عارف ان انت قابله وحابه اللي هو بيعمله. مثلا اتعصبتي او اتنرفزتي فبدا ان ملامحك تبان عليها ملامح الغضب، فبيبدا ان هو يكش ويخاف. التون بتاع الصوت، نبره الصوت نفسها، يا حبيبي برافو عليك، يا حبيب ماما، وقاعده بتلعبيه، غير لما انت بتقولي ها قلنا ايه، فبيبدا ان هو يخاف. كل ده ذكاء عاطفي، حتى بيعرف ازاي ان هو يستجير عاطفك، اللي هو مثلا حتى لو هو لسه ما سندش ظهره وتعلم ان هو يقعد،
بيزن وبيعيط عشان مثلا انت خبيتي من قدام. انا عايزه اقول لك ان مش بس من الساعات الاولى، ده من الدقائق الاولى طبعاً. الطفل لما بيتولد من الدقائق الاولى لو الممرضه لظروف الام المرضيه مثلا ادت له مثلا بيبرونه لبن صناعي، لو الام بعديها بدقائق، مش هقول لك بقى بساعات، بدقائق، فكرت ان هي بتبدا بقى ترضعه بشكل طبيعي، هيرفض تماما. شوفي قد ايه هو من الدقائق الاولى ممكن ان انت تعوديه على اللي انت عايزاه. اعتدى على شيء معين وانا باجي اغيره له، حتى لو انا قدام عينه قاعده بلعبه مره واحده اختفيت مثلا، رحت اشوف حاجه في المطبخ، اشوف اي حاجه حواليا او طلبات بعملها في البيت، بمجرد ما هو بيحس ان الصوت اختفى وان هو مش شايفك قدامه بيبدا الزن. طيب انت يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الزن عند الاطفال الصغيرين، لا انا عايزه اتكلم اطلع شويه بالمراحل العمريه قدام. في اطفال، مش اطفال بقى يعني، الشباب زنانين يعني اللي هم من سن مثلا 12 13 14 15. انت نطفي كل ده يا نرجس، احنا تعبنا قوي الفتره دي. انا بتكلم على بال ما وصلنا ل 12 و13. لا اصلا عندي الزن دلوقتي، عايز اقول لك، لا انا عندي دلوقتي يعني ابني عنده ماشي يعني في ال 14 ما شاء الله، لا زنان يعني، شخص زنان. انا اسفه يا يوسف والله حقك عليا، معلش. ممكن عموما مش لا لا ما فيش بقى النهارده اجازه. فالسن ده يعني السن الصغير ده انا ممكن هريح دماغي وهكبر دماغي منه اللي هو سنتين ثلاثه وهسيبه، لا أو ما هو سنة. هنا المشكله، هنا المشكله، هنا مش هسيبه يزن، هنا هسيبه يزن. انا عايزه نوصل بالتدريج لسن 13 14 سنه، ازاي ان انت تقدري من وهو صغير، ولو ما لحقتيش تعملي ده تعملي ايه بعد كده؟ زي نرمين كده. طبعا احنا نطينا مرحله كبيره، والمرحله دي هي فعلا اللي كونت شخصيه الطفل وخليته يبقى زنان لحد ما وصل سن ال 14 سنه. يعني احنا نطينا عملنا جاب كده في النص، هي دي اساس المشكله. ايوه يعني هو صغير بيزن، انا المفروض كام اعمل ايه؟ اولا الام والاب، لان خلي بالك اكيد الام ممكن تريح دماغها والاب يروح ايه عشان عايز برضه ايه يعني. احنا هنتكلم في ايه الاسباب اللي بتخلي الطفل يزن، علشان انا كام اخد بالي منها واتحكم في السبب قبل ما اتحكم في الحل واقول انا عايزه حل. طب ما انا لازم ادور على الاسباب. بالزبط. اول حاجه لفت انتباه، ممكن يكون لفت الانتباه نتيجه ايه؟ ان انا انصعت دايما ورا طلبات ابني في ان انا بنفذها له طول الوقت، فبدا ان هو يتدلع، فحتى لو هو مش عايز الحاجه هو قاعد بيزن، قاعد بيلعب حتى بالزن، او ماما ماما ماما، طب انت عايز ايه؟ هو مش عايز حاجه، هو عايز ماما ماما بس. اوكي، غيره نتيجة ان مثلا عنده اخ اصغر منه، فبدأ ان في حد تاني يجي يشارك اهتمام الام فيه، هو عايز يضغط عليها. بالظبط، يضغط عليها بموضوع الزن، ادي كده غيرة. الخلافات الاسرية وخلافات الزوجين قدام الطفل نفسه، بيحس ان هو واقع من اهتماماتهم، فبيبدأ ان هو يلفت انتباههم من خلال الزن. تعامل الام معاه بقسوة نوعا ما، ان هي مثلا بتوجهه بضرب طول الوقت، فبيحاول ان هو يتمرد على اوامرها. اوكي، فبيبدا ان هو يزن. في اطفال الاسوء بتيجي معاهم بالعكس، في اطفال تانيه تلاقيها بقت انطوائيه وما بيقدرش ان هو يعبر عن احتياجاته. في طفل زنان وفي طفل تاني انطوائي ما بيقدرش ان هو يعبر. في طفل بسبب المشاكل دي وبسبب الضغوطات دي ممكن هو ما يكونش بيعرف حتى يتكلم، يعني بيبقى عنده مشكله اصلا في الكلام، في ان هو يخرج الحروف بشكل صحيح. حاجه تانيه مهمه، تدخل الاهل في التربيه، بمعنى ان انا موجوده عند حماتي او موجوده عند مامتي، فانا ماشيه برولز معينه مع الطفل، بس حماتي عايزه تدلع. طبعا اعز الولد ولد الولد، انت ما بتعمليش كده ليه؟ لا امي اعملي له، امي هاتي له، فهو بيبقى شايف ان في اكسبشن خارجي جاي له من بره، فيبدا ان هو يضغط على الام، انا مش عايزه اروح معاكي، انا عايزه اروح عند تيتا، تيتا بتحبني اكتر من انت بتحبيني. لا، وبنلاقي مناظر مش طبيعيه، مرمغه في الارض وبنعمل حاجات غريبه. دي المناظر اللي بتشوفيها وانت حتى في مول او في اي مكان، ده ذكاء. الطفل اللي بيتمرمغ في الارض ده ذكاء. طب تعملي معاه ايه؟ ده خلاص هو وبارك لك على الارض، تعملي ايه؟ هتعملي معاه ايه يعني؟ اي حاجه هتعمليها يبقى شكلك وحش. كل ده من مظاهر الذكاء بتاع الطفل، ان هو بيعرف كويس جدا يمسكني من ايدي اللي بتوجعني، وبيعرف يستجير عاطفي. انا مثلا دلوقتي عيطت وزنيت، ما لقيتش ماما تجاوبت معايا، وده بيبقى في بدايه الزن. حتى ده بياخد مراحل واشكال. ما لقيتش ماما جابت معاها موضوع الزن ده، فيبدا ان هو بقى يزن ويعيط لدرجه ان هو ممكن يعمل فومتنج بقى، فالام قلبي لا ازاي، او يجرح صوته، احباله الصوتيه انا خايفه عليه. فكل ده الام ممكن تتجاهله، بتلاقيه رمى نفسه على الارض او راح خبط راسه في الحيط، او اهو رمى نفسه على الارض دي في وسط ناس عشان يحرجها. هو بيبقى عارف ان هو كده بيحرجها فهي تستجيب ليه. انا ما اتصرفتش في ده من البيت صح، فطبيعي ان السلوك اتعمم وبدا ان هو يتنقل معاه في الشارع. انا هعمل كده عشان اضغط عليكي. الموقف ده لو انا في البيت حصل، خلينا نقول الاول في البيت، لو في البيت حصل هتجاهل، عيط وصرخ وبدا ان هو نبره صوته تعلى قوي، هقول له حبيبي انا مش سامعك، صوتك عالي. طيب انا ما بسمعش. ثانيه واحده بقى، هقف عند الحته دي.
صرخ وصوت وعيط وبهدل نفسه، وانا قلت له حبيبي انا مش سامعاك وانت اصلا مش موجود. اوكي. في بابي بقى، بابي موجود هيتخانق مع مامي علشان اعملي له اللي هو عايزه مش عارفه، هيروح واخد الطفل ويعمل اللي هو عايزه، يبقى كده في تضارب في الاراء. يبقى انا لازم من البدايه، ما احنا بنقول برضه لازم اعرف بابي الاول. لازم من البدايه ناخد بالنا عشان نصلح النقط اللي احنا عندها. اتفقنا على اسلوب تربيه ابني وتوجيهي لازم يكون في البدايه قبل ما اجيب الطفل اصلا. خد في بالك ان احنا نعمل ايه حتى لو انا مختلفه مع الاب بالعين. طب ماشي اوكي نتكلم في الموضوع ده بعدين، بس انا قايله دلوقتي ان هو لا كده بمنتهى الشياكه، مش لازم انا قلت لا احنا قلنا ايه لا. هختلف وهتخانق وهنشد شعر بعض في اوضه نومنا مش قدام الطفل، عشان ما يفهمش ان في طرف بيبدأ يلعب على طرف ضد طرف، فاللي هو يروح ناحيه بابا عشان ماما هي مش عايزه تقول لي. ممكن نكمل بقى كلامنا في الجزئيه دي، بس اسمح لنا معانا دلوقتي على التليفون مدام مديحه. صباح الخير. صباح. اهلا بحضرتك. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ معاكي اتفضلي. انا دكتور، انا جبت طفلي بعد 8 سنين فهو متدلح شويه مش عارفه اتعامل معاه ازاي، زنان زياده عن اللزوم. هو عنده كام سنه؟ عنده 9 شهور. يا روحي ده صغير قوي. ومن دلوقتي بتقولي بتعلم الزن يا مين؟ مدام مديحه. مدام مديحه يعني امال لما يكبر يعني لما اقل حاجات وكده فانا ما بحبش يعيط. ايوه بالظبط. طيب هو هو اجتماعي يعني حضرتك بتخرجي بيه في اماكن كتير بيشوف ناس بيشوف؟ أي. اجتماعي. اي هو انت طيب. ما بتحبوش يعيط علشان وجع الدماغ ولا انت عشان تبقي خايفه عليه؟ بخاف عليه من العياط يعني ببقى ملهوف عليه. آه. شفتي بقى هو ده اللي بيبوظه. طيب شكرا ليكي تابعين. إيه طيب هنا هي في مشكله طبعا ان هي يعني ربنا كرمها بطفل بعد فتره. تمام. فطبيعي احساس الام او السنسور بتاع الامومه يبقى عالي عندها لان هي جات لها حاجه بعد الشوقه. ربنا يا رب يبارك لها فيه ويحفظه يا رب. يا رب. بس هنا هي بتتعامل معاه بالعاطفه القوي الغالبه حتى على ان انا هعمل حزم في التربيه. بس كويس ان هي يعني عايزه حزم. كويس ان هي التفتت في الشهور الاول. طبعا هي تقدر طبعًا. دلوقتي تقوم. هو دلوقتي هي ما بتحبوش يعيط فهو عارف خلاص نقطه ضعفك فين. انا هو ايوه تروح شايلاه على طول. جنبك بالظبط فيها تروح شايلاه. انا عايزه اتجاهل الطفل عشان ياخد على ده، بمعنى ان انا مش لازم ارضعه وانا شايلاه، انيمه وانا شايلاه طول الوقت هو على ايدي من غير اي سبب من الاسباب. اوكي هرضعه وهغير له كل حاجه وهو موجود. هيستقل بعيد عني في السرير منفصل. احنا موجودين في نفس الاوضه بس هو ليه سرير صغير. بالظبط دي حاجه مهمه جدا، لازم يبقى مستقل من الاول. بس عايزه اقول على حاجه كمان، ان يمكن دي بترجع شويه لثقافتنا احنا كمجتمع مصري. ليه انا بقول لك كده؟ يعني يمكن انا مثلا مرات اخويا مش مصريه لبنانيه، بس لما بنتها بتزن او بتعيط هي بتبقى سايباها. احنا بقى بنبقى اللي هو لا احنا عايزين نقوم نشيلها، عايزين نقوم ناخدها. فيمكن اختلاف الثقافات كمان بتختلف في الموضوع ده. بيبقى مش هقول هم لا هم بيبقى عندهم وعي اكتر. عندهم هي وعي عارفة بالزبط. تبعات ده ايه ان هي تستجيب. يعني تقول لك ادم لو ما فيش بطنها ما بتعمل يعني ما بتشدش يبقى خلاص هي ده زن دلع او عياط دلع. ما هو انا برضو لازم اطمن عن ده. يعني انا هتجاهل الطفل بس ما يبقاش مثلا بطنه مغصه عليه او في حاجه بتوجعه وانا هتجاهل ده. لازم ان انا عامله تشيك اب كل حاجه متاكده ان كل حاجه كويسه. بس برضو احنا عايزين هنا نقول وناكد ان الطفل ممكن يقعد نص ساعه متواصل يعيط لدرجه ان صوته ممكن يروح تماما. علشان هو عايز يعمل اللي في دماغه، عشان هو عايز يتشال. لو ما فيش حاجه بتوجعه يبقى هتجاهل عياطه. يعني في امها بتقولي بيقعد يعيط ساعتين ثلاثه. يعني انا من نص ساعه مثلا ومشرباه ومغيره له ومديه له دواء المغص عامله له كل حاجه وبيعيط يبقى ده بقى بيهرج. بالظبط هو بيلفت يعني. الانتباه عايز ان هو يسمع صوت قريب منه. انا هتحايل على الموقف ده ازاي؟ طب وعايزه برضه اقول حاجه، ان لو الام استجابت لعياطه مره كل 10 مرات طبعا. يعني 9 مرات ما استجابتش ومره استجابت هيفضل مصر على خلاص كده هي بوظت كل اللي عملته. فلازم يبقى ده مبدا وتفضل مستمر على نفس في عمر الشهور. هو مش عايز مني حاجه في الزن ده غير ان انا اطمنه بصوتي. انا في المطبخ هو بيعيط في اوضته مثلا، ايوه يا حبيبي انا جنبك انا سامعك جايه لك حاضر. هو مجرد ما هيسمع صوت هيعرف ان انا حواليه هو مش لوحده. طب هي تعمل ايه بقى المتصل زي ما احنا عزيز. اتفقنا بلاش ان انا اشيله وانا برضعه او اشيله وانا بنيمه وافضل اهز فيه، لان هو لما بياخد على وضع الشيل او الهز فهو طالب ده طول الوقت. مش هينام غير وهو بيتهز، مش هينام غير وهو بيرضع. في امهات كتير جدا تقول لك انا مش عارفه ان انا ابعد عنه لان هو وقت نومه لازم. انا عايزه اكد ان احنا اهتمامنا بالمرحله الشهور الاولانيه دي لان بعد كده دي اللي بتبني وتكون شخصيه الطفل بعد كده. طيب هنكمل حوار مع حضرتك بس ناخد تليفونات ونرجع تاني. نيفيا. نيفيا ايوه صباح الخير. صباح الورد على حضرتك. اهلا بيكي اتفضلي. من فضلك انا كنت عايزه اسال الدكتور بس. اتفضلي. عنده سنتين.
وبيتمرمغ في الارض وكده. الحمد لله ما حصلش بره، لكن لما بيحصل في البيت واجي اشيله اقعده على حجري واقول له بص انت عملت كده غلط، وانا يعني او انا شلت منك الحاجه دي علشان خاطر ماما قالت مثلا لما ناكل الاول هناكل دي، او مش وقتها دلوقتي، او كده غلط، او اي حاجه. يرفض تماما الكلام ويبتدي في يعني شوف يعني يزعق اكتر واكتر. وبعدين هو كل همه ان انا احضنه، يعني كل يعني هو سايب كل كلام، المهم ان انا احضنه. طب ولما بتحضنيه بيسكت؟ لو كلمت من هنا للسنه اللي بعد الجايه خلاص هو خد اللي عنده يعني. طب اسال حضرتك حاجه تانية، هو انتوا عاده عصبيين في البيت؟ يعني انت حضرتك عصبيه، الاب عصبي، يعني بيشوف بشكل من الاشكال اللي يعني. في يعني ايا كان عصبيه، يعني خلينا نقول نوعا ما. بس بابا مش بيقعد معاه كتير، يعني هو بابا هو اللي بيزعق، بس بابا مش بيقعد كتير في البيت، يعني ما بيشوفش غير طول الوقت. هو الوحيد عند حضرتك ولا ليه اخ او انت حامل؟ لا ليه اخت ثانيه اكبر منه، لكن مش بتعمل التصرف ده، يعني هو مش بيقلدها، هو ممكن يقلدها في حاجات ثانيه، بس التصرف ده بالذات هي مش بتعمله. طيب تابعينا حضرتك، ويعني ضيفتنا هترد على حضرتك حالا. طيب ومعانا استاذه هبه كمان على التليفون. صباح الخير أستاذة هبة، أهلا بيكي. مدام هبة معانا، حاولي تكلمينا طيب مرة تانية. هي قالت حاجة مهمة قوي، هو الطفل لما بيعمل كده هو كل اللي عايزه حضن بس. احنا يعني احنا ازاي زي ما نرمين بتقول، ازاي نقدر ان احنا ندي لاولادنا حنيه من غير ما يبقى فيه افراط في ان احنا نستجيب لطلباتهم؟ تمام. في الوقت اللي بيبقى فيه طفلي زي ما انا بس كنت قلت جمله وللاسف كان في معانا مداخله، قلت حاجه مهمه جدا، قلت ممكن يكون الطفل عمال يعيط ويصرخ وانا بقول له ايه حبيبي انا مش سامعه الصوت العالي، وابدا ان انا اتجاهله. اوكي، فاول ما ابني هيبطل عياط عشان يبدا يوطي صوته عشان انا اسمعه، تمام، برافو عليك حبيبي، ما شفت انا سمعتك ازاي، وابدا ان انا احضنه. طيب هو في عز بقى عنفه وان هو عمال يصرخ ويرمي نفسه على الارض ويتمرمغ، هنزل على ركبي عشان ابقى في مستواه، ابص عليه عيني في عينه، مش لازم اكلمه من برج عالي فهو يحس بفرق رهيب، لا هنزل كده على ركبي بالراحه وهبدا ان انا احضنه، امسح عينه. ممكن توطي صوتك؟ قولي بقى انت كنت عايز تقول ايه؟ احسسه برضو ان في جزء هنا هيفصل ما بيني وما بينه، ان هو هتوطي صوتك عشان يتعلم ان هو يتحكم في انفعالاته. انا سايبك تعبر. في امهات بتقف الند بالند قدام الطفل يبدا يصرخ في وشها، مش هجيب لك اللي انت، الناس كلها بتسمع صوته، كله عمال يعلي، كله عمال يعلي على التاني، وهو عايز عشان يثبت موقفه ان هو اعلى من صوته، فيبدا هو كمان يصرخ يجيب التون اللي اعلى منه، وهي كمان داخله معاه في نفس الشيء. فهنا بيحس باحساس اللي ايه، اللي انت بتتحديني، انت بتعندي معايا، فبيبدا اكتر بقى يخش بنفسه المظهر اللي احنا بنشوفه، عروق رقبته بتقف، بيبدا ان هو ياخد بقى مظهر تاني خالص. ده هنا الزن وصل معانا للعصبيه والتمرد. وعندي نوع تاني من الزن، بس يمكن تقريبا ايمان معاها التليفون، هناخده وزن بقى من نوع اخر تاني خالص، الاحراج قدام الناس والطلبات اللي يعني نفسي نلاقي لها حل. احنا هنقولها هي، وموضوع ان هو يرمي نفسه بره البيت في سوبر ماركت او في محل او في مول. طيب احنا معانا دعاء على التليفون. صباح الخير. اهلا اهلا بيكي، اتفضلي. بصي انا معايا طفل عنده 3 سنين ونص. تمام. هو مريض قلب ولسه عامل عمليه قلب مفتوح بقاله شهرين. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. تمام. فانا كنت الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بعمله لكل اللي هو عايزه بيكون. اللي هو عايز لعبه موجود، عايز يخرج موجود، عايز يتمرجح موجود، عايز يروح في اي حته اوريدي كلامه ماشي. تمام. بحس ان هو لما برفض اي حاجه بيعيط، بيجيله ازمات، بيزرق، بيتعب، ما بقدرش عارفه اتحكم فيه خالص غير ان هو يتحط على الاكسجين او يخش عنايه مركزه. يا نهار ابيض، ربنا يشفيه. تمام. هو دلوقتي سنه 3 سنين ونص. الحمد لله عمل جزء بسيط من عمليته، بس هو مشكلته دلوقتي ان هو دماغه ناشفه جدا. عايز برضو كل حاجه تكون فيكون. اللي هو نخرج يعني نخرج، نلعب يعني نلعب. ما انا ده اللي كنت عايز اسال حضرتك عليه، هل هو بقى بيزن ولا انت بتعملي الحاجات دي من نفسك؟ يعني انت اللي بتخرجيه وبتوديه وبتجيبي له لعب، ولا هو بيزن فانت بتعمليها له؟ بس هو وحيد، انا ما معيش غيره. وجاي بعد 7 سنين. ربنا يخليه لك. تمام. فانا عشان ما ابقاش وحيد، وهو ابتدى يتكلم مع اللعب. بيتكلم مع اللعب وهو مش كمان. طب اسال حضرتك حاجه ثانيه، هو بيروح حضانه طيب؟
لا ما انا خايفه عليه ودي حضانه، هو بقاله شهرين عمليا. لا قبليها، طيب قبليها كان بيروح حضانه؟ لا لا لا, لا ما برضه ما كانش ليه لعب، ما كانش ليه لعب وما كانش ينفع يلعب ولا يجري خالص مع اي حاجه. طيب تابعين حضرتك و موجوده في اي مكان بس رشال اطفال، فدلوقتي مقعداه على التابلت فدايما على الواي فاي بجيب له بقى الحاجات اللي هي بتبتدي ينطق معاها يتفرج عليها، فده طبعا هيضيع نظره التابلت طبعا. دي حاجه لا مشكله كبيره جدا بالزبط. ده غير التواصل يعني. المشكله عندي اكبر بقى، معلش انا اسفه، عنده يعني مزاجه ان هو ينكش اللعب في كل حته في البيت وماسك لعبه واحده بس في ايده. طب وبيرجعهم تاني مكانهم ولا لا خلاص هو عمل كده وخلاص؟ لا مهما ألمه في اللعب لازم تتنكش كلها ويفضل يمزه ماسك لعبه واحده في ايده. طيب معلش هسأل حضرتك على حاجه، اللعبه دي صاحي نايم قايم نازل بيها في ايده ماسكها في ايده؟ مش لعبه معينه، مش لعبه معينه، مش حاجه معينه، هو بيدور في اللعب يطلع واحده ايا كانت هي ايه ويسيب الباقي. بس اللي نايم قايم بيهم الحيوانات الصغيره الاسد والزرافه والنمر والحاجات دي على قد عقله الصبع كده ماسكهم دايما في ايديه، برضه كتير ودودي وساندي والكلام ده اللي هم اللي بيمسكهم وينام بيهم، كل لعبه بتاخد فتره معاه ويرجع يزهق منها ويرميها ويشوف لعبه ثانيه. طيب هو لحد دلوقتي ما بيقدرش يعبر عن احتياجاته باي كلام، يعني مثلا اكل اشرب ما بيقولش؟ لا بيتكلم وانا بفهم كل حاجه هو عايزها. انت بتفهمي غيرك بيفهم؟ يعني انت بس اللي بتفهميه ولا لا؟ اصل 3 سنين ونص ده كبير، لانه ده المفروض يعني سنه جايه تكون مدرسه. لا هو ممكن يعني السنه دي كمان يبقى في المدرسه بالظبط، بس هو عشان يمكن السن ارتفع بس، لكن انا قصدي انه يعني هو ما ودتوش مثلا لدكتور تخاطب او حاجه من كده ولا لا؟ هو الدكتور بتاع القلب بتاعه قال لي ان هو خلال كمان 6 شهور هيتكلم كويس. لما جينا انا عملوها عمليه في تركيا، الدكتور بتاعه لما جينا هنا اسكندريه تابعت معاه قال لي لا ده انا لسه قدامه 6 شهور عشان نقص الاكسجين. طيب يعني عنده وقتها كام سنه لما قال لك ان هو لما يتم كمان 6 شهور؟ من شهرين بتقولي عملت العمليه من شهرين؟ انا عملت العمليه من شهرين ولسه راجع. قال لحضرتك امتى كمان 6 شهور؟ كان هو الطفل عنده في وقتها سن قد ايه؟ كان عنده كام سنه؟ الكلام ده كان شهر 2، احنا في شهر 4. من شهرين، من شهرين. حضر وقت ما كانت بتعمل العمليه. شكرا لحضرتك يا مدام دعاء. الطفل الزنين اللي اللي مصاب بمرض ومرض خطير يعني زي ده، تعمل معاه ايه؟ لما احنا بنعود الطفل من قبل ما هو اصلا يزن، كوني ان انا عارفه ان هو عنده مشكله او في عنده حاجه جسديه او عضويه بيشتكي منها، بالتالي يعني احساسي ناحيته بان انا عايزه اوفر له كل حاجه تعوضه عن احساسه بالالم، الطفل بيترجمه غلط. الطفل بيحس ان هو ايه، دي الحيله اللي انا هدخل بيها لماما. الاطفال اللي عندها القلب، الاطفال اللي عندها السكر، الاطفال اللي هي لو عيطت بتخش في نوبات او ازمات، بيعرف يستخدم ده كويس جدا. طب ما هو كانت هتعمل ايه يعني؟ هو كان كل ما يبقى عايز حاجه وهي تمنعه عنها بيدخل في النوع ده من الازمات. ظروف معينه ان هو طفلها الوحيد وجاي بعد 7 سنين، ففي هنا ملابسات حوالين المشكله نفسها خلتها تتصرف بعاطفيه زياده عن اللزوم ناحيه مشكله. ممكن إنها تدرك الموقف دلوقتي يعني؟ ممكن دلوقتي تصلح اي حاجه؟ اكيد. طيب اولا هو لازم ينزل حضانه، مش هننزل يوميا، انا عارفه طبعا ان هو خارج من عمليه وبقاله شهرين، بس هنزله على مدار 2 أو 3 أيام في الاسبوع يحتك باطفال يشوف ان في عالم محيط حواليه، يتكلم معاهم وتقول لهم ان هو عنده ظروف. اليوم خاصة ده اللي هينزله على 2 3 أو 4 ساعات. بس معلش خليني اقول لك على حاجه، الاطفال لما الطفل الطبيعي العادي لما بينزل الحضانه الاول يوم زن مش طبيعي يعني. انا فاكره ان انا ابني ما نزلتوش بسبب الزن، لان هم هناك نفسهم تعبوا من قالوا لي لا حضرتك تعالي خديه. تمام. وهو كمان الولد ده مريض. أوكي. فتعمل ايه؟ هل تنزل مثلا معاه اول يوم الحضانه تفضل قاعده مقيمه معاه؟ ما هو انا برده مش عايزه ان انا اعلمه ان ماما موجوده معاه في كل مكان، حتى يعني اوكي ظروفه على جنب، بس في حاجات دلوقتي انا لو استمريت عليها مع الطفل هدخله في دوامه تانية خالص غير المرض اللي عنده. هي بالمناسبه يا نرمين، في حضانات كتير دلوقتي في كاميرات تقدري تشوفي وانت قاعده في البيت على موبايلك، هتدخل ان لازم تقدري تشوفيه يعني. تقدري وبعدين هو على مدار 2 ساعة مش هيلحق يعني ان هو يعيط ويبهدل الدنيا، خصوصا ان هو بيقول هو مريض بس بيلفت انتباهه الالعاب، يعني ممكن ينكش في الالعاب. الحضانه بتبقى عارفه كويس جدا ايه المدخل اللي هيدخل بيه الطفل، ممكن تسيبه مثلا على اي حاجه من الالعاب يلعب عليها او تفتح له تحط له مكعبات اي حاجه تصرف انتباهه. طب انت قلت لها الايباد لا ليه؟ ليه؟ لان هي دلوقتي هو ما بيتكلمش، ما بيقدرش يعبر عن نفسه بشكل كافي. مش في اي طريقه للتواصل كده، مفيش تواصل، مفيش هنا مهاره التواصل زي ما انا بكلمك دلوقتي. هو قاعد قدام الايباد مستقبل،
مش مشارك، قاعد بس عمال ياخد وما ما بيعملش حوار. وغير كده كمان المخزون بتاع الايباد والكرتون مش مفيد للطفل، هي محتاجه تدي له وقت اكتر، تقعد معاه اكتر. دي حاجه. والحاجه الثانيه لازم تبدا في التخاطب، طالما الطفل تخطى الثلاث سنين لازم ابدا في التخاطب. مع احترامي طبعا لدكتور القلب والكلام اللي قاله، بس ده بيبقى تخصص بقى يعني اخصائي اضطرابات نطق وكلام. لغايه هو سن كام نقدر نقول ده خطر ان هو ما بيتكلمش؟ من سن سنتين ونص لحد ثلاث سنين المفروض الطفل بي بي بيقول موقف، بيحكي موقف. اضعف الايمان هيقول لك جمله من ثلاث كلمات، عايز انا عايز اكل، ده المفروض بيحكي قصه او انا عايز اروح حمام يعني. انا بقول لك اضعف الايمان، فما بالك بقى طفل لسه بيقول مفردات بسيطه. فكره ان هو محتاج يمرن عضلاته اصلا على الحروف المختلفه ده حاجه ونطقها. فانا لازم ان انا ارجع الموضوع تاني دلوقتي، ان انا احاول بقى اخليه يتخلص من التعلق الزائد بيا طول الوقت معايا انا، يبدا ان هو يشوف اطفال يحتك بيهم، هيبدا موضوع الزن يهدى عنده ويقل بمجرد ما هو هيتعامل مع رولز الحضانه. ما انت مش كل طيب حاجه برضو يعني. يمكن هي قالت مشكله مشتركه مع اطفال كتير في السن ده، بيطلعوا اللعب وفي الاخر بيمسك لعبه ويلعب بيها، وهي دي خلاص تقعد معاه كام يوم يزق منها يسيبها ويمسك غيرها، دي ما فيهاش مشكله. بس فكره ان هو ما بيرضاش يعتمد على نفسه وان هو بيتكلم الالعاب كمان. وان هو بيتكلم الالعاب. الصديق التخيلي او الصديق الخيالي اللي بيبتدعوا الطفل من وحي خياله عشان ان هو يتكلم معاه، ده بيبقى شائع اكتر عند الطفل الوحيد اللي ملهوش اخوات. والطفل المنطوي اللي ما بيخرجش كتير، بيتكلموا المخدات، يمسكوا المخدات ويقعدوا يتكلموا معاها. المشهد ده بنشوفه مع الاطفال اللي بتخرج تروح الحضانه، بيرجع يقلد المدرسه. لكن هنا انا عندي حاله مختلفه تماما. ده هو ما بيخرجش وبيكلم الالعاب بتاعته. يبقى انا لازم هنا اخرجه من الدايره بتاعته دي واحطه وسط جروب، مجموعه يتكلم معاهم. اوكي، مش هعلق على موضوع ان هو بيتكلم مع الالعاب وهقول له لا تعالى انت اتجننت ولا ايه، لا هخش اتكلم معاه، هشارك معاه في العاب بحيث ان انا اخرجه من الوحده اللي هو فيها واتكلم معاه، اتواصل معاه. ايباد امنعه، القصص اتكلم معاه كتير. طيب نرجع بقى بعد المرحله دي، الولاد اللي كبروا عن الزنان، خلي بالك اللي انا اللي هو ايه، يقعد يزن انا عايز 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 قدام الناس وما بيبقى عايز يحرجك. تمام، من غير عياط ولا من غير حاجه. والمشهد ده بعد كده هيزيد شويه في ان هو يرمي نفسه، او ممكن ياخد الحاجه اللي هو شبط فيها وياخدها ويجري، او يضربك او يشتمك ايا كان. بيحصل. اول حاجه لازم قبل ما انزل من البيت او يشد الطرحه على راسك مثلا، بيعمل حاجات ده في مشاهد اكتر، بيعملوا حاجات غريبه جدا. والله بجد يعني. وفي اطفال بتوصل معاهم ان هو انت بتقولي له لا، بمجرد ما تودي وشك لحد تاني بياخدها ويحطها في جيبه. يا نهار ابيض، لا دي تقلب بناحيه تانية بقى خالص. لا لحد ما انا هقول لك بقى لحد امتى مش هنعتبرها دي الموضوع ربنا مش عايزه نتكلم فيه لان معانا تليفونات مش عارفه ايه. لا بس ونبي فكر ان بجد يعني مهم جدا. معانا مين يا جماعه؟ نهى. الو، ايوه صباح الورد على حضرتك. صباح النور، اهلا بيك. لو سمحتي كنت عايزه استفسر عن عندي طفل عنده 3 سنين. بس ما بيتكلمش كلام يعني مفهوم، على طول دايما بيتكلم كلام مش مفهوم. تمام، ممكن يقعد يحكي قصه مش مفهومه، بيقعد يتكلم كده اللي هو كلام ما تقدريش تفهميه. بس بيقعد قدام الكرتون كتير او الايباد؟ الكرتون بس مش كتير، هو انا نزلته بقاله 4 شهور دلوقتي الحضانه، بس برضك مش قادر ان هو يتكلم كلام مفهوم. لا مش قصدي كده، قبل ما حضرتك تنزليه الحضانه كان قبلها بيقعد قدام الكرتون كتير؟ مش كتير، هو كان حتى التليفون لما بدي اديه الايباد او التليفون ما بيستمتعش بيه كتير، يعني ممكن يقعد نص ساعه ويقعد يقول لي ولا بلاي ستيشن ولا اي الكترونكس جيم. لا 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 بس هو مش اجتماعي، يعني احنا مش بنخرج كتير ولا بنزور قرايب كتير. تمام، هو ما عندوش اخوات خالص؟ لا، عنده طفل عمر عنده 1 سنة و3 شهور. ده اصغر منه يعني. طيب تابعينا واستاذه سهى. بس هو في مشكله برضك ان هو عنيف جدا. حاضر. والعنف ده بعد الطفل الجديد؟ واضح. لا لا، من اول ما اتولد. من اول ما اتولد. ومعلش ممكن اسالك اخر سؤال، هل في عنف او يعني في ما بين عصبية ما بين والده؟ هو عصبي جدا، بس مد ايد ما بيمدش ايده عليه ولا يعني بيدلعه قوي. ولا على حضرتك؟ لا 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 لا. طيب تمام، بنشكرك وصباحك زي الورد. انا سالتها ليه؟ لان على انا يعني مش قصدي حاجه، بس بنلاقي اوقات كتير جدا لما الاب بيضرب الام او بيبقى فيه عنف من الاب ناحيه الام، الطفل هو بيقتبس ده، لانه ولما تيجي توجهيه طب ما بابي بيعمل كده عادي جدا، بشوف ان ده اسلوب حياه، ده العادي. طيب هنرجع بس النقطة هي قالتها، وقالت لا ده هو من أول ما اتولد وهو عنيف. مفيش حاجة اسمها كده، يعني السلوك العدواني سلوك مكتسب، ما ينفعش ان الطفل بيتولد بيه. بس ممكن يكون كان بيعيط بالحاح يعني. لو هو الطفل عنيف من اول ما اتولد زي ما هي بتقول، بيبقى راجع نتيجه اضطراب في سلوك ملازم مع اضطراب معين.
اوكي، لكن هي في اللي هي بتقوله واللي هي بتوصف بيه الحاله ده، هي هنا عندها طفل تاني عنده سنه وست شهور زائد 9 شهور الحمل، يعني معنى كده ان احنا عندنا كان وقتها هو عنده قد ايه؟ مش هيكمل سنه، سنه وحاجه. فمعنى كده ان هي بدات تظهر ملامح العنف عنده من سن سنه او سنه وشهرين، علشان حس بغيره نتيجه حملها ونتيجه حد تاني جه شارك اهتمام الام. هنرجعها كده تمام. طيب هنا هو ليه ما بيتكلمش؟ ممكن يكون سبب من الاسباب ان هو هي بتقول غيرة. بيتكلم بلغه مش مفهومه، هل ممكن يكون بيقلد الطفل اللي عنده سنه وشهرين؟ دي ما انا بقول اهو غيره، بيحاول ان هو يلفت انتباه الام في ان هو عارفه الاطفال اللي هي بتلاقيها بتيجي جنبك عايز يرضع عشان هو شايف اخوه بيرضع، بيزحف على الارض عشان يقلد اخوه. أيوة عشان تبدا عشان يلفت النظر عليه زي اخوه بالظبط كده. فهي لازم تبدا من دلوقتي ان هو ينزل حضانه تتابع مع تخاطب، طالما الطفل عنده 3 سنين لازم يروح تخاطب، لازم لازم لازم. ما ابداش اعلق على كلامه واسخر من طريقته اللي هو بيتكلم بيها، وما كلموش بنفس اللغه طبعا، لا معاكي نفس الكلام اللي هو بيقوله خلاص هو ده ولا هقعده بالغصب اقول له قول ورايا، لا هو المفروض ان انا اتكلم قدامه بشكل صح علشان يبدا ان هو يخزن المفردات الصح واوديه لحد متخصص في الموضوع طبعًا. ده هو طيب. نرجع بقى بسرعه قبل ما يجي تليفونات ارجوكي يعني ارجوكي. اول حاجه طالما احنا قاعدين لسه في البيت ما خدناش خطوه ان احنا نازلين، حتى لو ده حصل، حتى لو الطفل عمل ده فعلا والطفل العادي اللي احنا عايزين نحميه من الزن، انا هبقى مفهمه احنا نازلين ليه. اولا انا نازله ليه؟ هعمل ايه؟ هشتري ايه من تحت؟ ويحبذ ان انت تحفظي انت هتشتري ايه، عشان طول الوقت يبقى ذهنه مشغول بالقايمه اللي بيقولها لك ماما هاتي كذا او هنجيب كذا وهنجيب كذا. طيب لو بقى معايا فلوس، لان انت ممكن تبقي نازله مثلا وليكن ب 100 جنيه فانا هشتري بيها كذا وكذا وكذا، لو بقى معايا فلوس هجيب لك مثلا سويتس. طب بس انت تقعدي تفتحي الباب تماما بقى للطلبات علي. لو دي يعني هتخليه لو بقى معايا فلوس تمام، ما هو هيفتكر الحاجات اللي احنا جبناها وهيشارك معاكي في جزء من المسؤوليه. انت قلتي في حاجه إيه؟ انت قلتي النازله ومعايا 100 جنيه قصدك 1000 جنيه نازله كده نزوله سريعه كده 10000 جنيه نازله اشتري حاجات معايا 10000 جنيه حبيبي اللي جبت مش هتفضل منهم حاجه خالص اتلخبطتي بس لا لا بعيدا عن اللي بيحصل الرقم اللي جاي تمام. فهيبقى شايف ومراقب معايا الحاجات اللي انا بجيبها لان هو عايش جزء من المسؤوليه في ده. ما انا برضو عايزه احسسه بالمسؤوليه عشان ما يجيش الطفل اللي هو الزنان يوصل معاه اللي هو انا عايز ده يعني ده او في مرحله المراهقه اللي هو هتجيبي لي ده يعني ده، ولو ما جبتلهوش ممكن لا قدر الله يمد ايده ويسرق فعليا او ان هو يروح ياخد حاجه من بره تمام. فانا لازم هعيشه جزء من المسؤوليه. طيب اللي انا هجيبه لك مثلا وليكن سويتس او لعبه في مقدار كذا كذا، ده اللي هو مثلا 20 30 جنيه اوكي، وانا مش معايا فعلا غير هم دول، شبط في حاجه اكتر من كده ممكن نخليها المره الجايه لما ننزل واجيب لك اللعبه دي. بس انا عشان قد الفلوس اللي انا عايز اسالك سؤال، انت فعلا انت صادقه لما انت بتقولي لو اتفضل فلوس هجيب لك كذا؟ طبعا. طيب خليني ارجع برضو للنقطه دي، يعني انت ممكن تبقي مش عايزه تجيبي له الحاجه، يعني احنا عاده لما مش عايزه اجيب لاولادنا حاجه نقول لهم ما فيش فلوس معيش فلوس، يبقى مش هذكرها في كلامي، يبقى مش هجيب له شريط واحنا نازلين نشتري حاجه. بس انا مش عايزه اتقل على ابني او بنتي في ان انا اقول له فعلا ما يبقاش معايا فلوس، اقول له لا انا معيش فلوس، بحس ممكن ان انا تشوفي مش عايزه الموضوع تاني بالظبط من طاقته، يعني احساسي بجزء ان هو يشاركني فيه في المسؤوليه. ما انا هقول له مش معايا فلوس وانا منعدمه خالص، غير لما هقول له هجيبها لك يوم الجمعه، لان هو عارف مثلا ان احنا خارجين في اليوم ده هنجيب لعبه تمام. أوكي. انت احتجتها في وسط الاسبوع ده لو انت بتكلمي على لعبه ب 20 30 جنيه، لك لما يجي يقول لك مثلا عايز بلاي ستيشن ثمنها 10000 جنيه هكون بقى بيت الجمله بعد 10 سنين حبيبي هجيبها لك. انا هنا علمته ان هو يشاركني في جزء من المسؤوليه، سوفت بس سوفت بوعد وانا ملتزمه بيه وانا هنفذه فعليا. هبدا ان انا اعلمه ان هو يحوش، واحنا صغننين كده كان بيبقى عندنا حصاله كل اللي يدينا فلوس نحطها فيها ليه؟ علشان انا هجيب اللي انا عايزه من الفلوس اللي معايا. اوكي هنا هيتعلم ان هو مهما طلب مطالب كبيره هيحس بقيمه الفلوس، لان انا ممكن يعرف بقى امكانياته يحط رجله على الارض بالظبط. وده حتى هتستخدميه من بدايه 3 سنين فما فوق. طيب انت قلتي حاجه لطيفه جدا ان قبل ما انزل هبقى مفهماه حبيبي وتمام وكده. اوكي شبط بقى ونزلنا وعمل العمايل دي، عمل بقى اللي عمله احنا قاعدين في كافيه مع ناس صحابنا لطاف كده، مامي انا عايز كذا، مامي انا عايز كذا، مامي انا عايز كذا، حبيبي لا، حبيبي مش هينفع دلوقتي، حبيبي لا، اعمل ايه بقى ان هو ابتدى يعلي صوته ويعمل الحركات بتاعته اللي مش لطيفه دي قدام الناس، والناس مثلا لا أنا ممكن الناس مثلا يجي يقول له طب انا هجيب لك، يعني ممكن حد من الناس اللي موجودين طب انا هجيب لك. احنا لسه في البيت ما نزلناش طيب عشان لسه بنستمول يعني بنبرمجه دلوقتي. طيب انت عملت اي حاجه او شبطت في اي حاجه مش وقتها دلوقتي واحنا متفقين ان احنا هنجيبها يوم الجمعه؟ ايوه هنرجع عند حماتك بقى وانت مفتريه والواد بيجي لنا كل اسبوع، ارجعي
جوه السوبر ماركت او جوه محل ارجعي مع صحابي يعني خارجه انا وايمان مثلا ارجعي قاعده لطيفه معلش كده ارجع بصي هقول لك على حاجه ما هو انت يعني انت بص بالظبط كده هي هتتوصل له ازاي انت اللي نكدت على نفسك مش نكدت عليا وهقوم بكل برود طب ممكن اقول تجربه بسيطه كده بس حصلت لي انا شخصيا الاسبوع اللي فات ابني كان برده كان مش عايز يذاكر ومش راضي بس انا طبعا كبير بنتكلم على مرحله عمريه كبيره قاعد يزن لا مش هذاكر لا مش هذاكر مش هذاكر عمري في حياتي ما قلت له مثلا اقول له ايه طب والله ما انت خارج النهارده بخرجه اوكي ما تفهميش هي الحب كانت جايه لي ولا ايه ما تعرفيش التزمت وقلت لا هو ولا انا هنخرج وفعلا فضلنا قاعدين في البيت انا عايزه اقول يا جماعه ان الموقف ده بجد بجد علمه طبعا. لا 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 خلاص دلوقتي اقول له ها فمامي خلاص طبعا احنا وجعته ما هو ده اللي انا بقوله لك ما تقوميش وانت متضرره اللي هو نكدت عليا مش عارفه ايه لان هو كده هيعرف ايه ان انت زي ما نكدتي عليا انا نكدت عليكي أنا عايزه اقول لك حاجه بسيطه قبل ما نختم الحوار لما تبقي مسافره بره وتشوفي عائلات معاهم اولاد صغيرين لا يمكن تسمعي إيه الهدوء ده لا يمكن تسمعي ان في طفل اصلا تسمعي صوته مفيش بقى مرمغه في الارض مفيش بقى اذان مفيش عياط مفيش الكلام ده بيتعامل زي ما يكون شخص كبير ده بس حبيت اقوله قبل ما اكيد خلاص احنا متفقين عيط رفع صرخ هنرجع هنرجع خلاص ونرجع فعلا بحزم تاني مره هتلاقي الموضوع اقل لان هو هيفتكر ان هو اتلسع هو اللي اتعلم ان هو مفيش خروج واحنا رجعنا على البيت انت نكدت على نفسك ما نكدتش عليا تمام بس تمام شكرا بيكي نورتينا الخبيره النفسيه واخصائيه التخاطب سهام حسن شكرا جزيلا بنشكرك وصباحك زي الورد صباح الفل طيب مشاهدينا طبعا احنا لسه مكملين مع حضراتكم هنطلع لفاصل ومع بعد الفاصل بقى نرجع مع اخر فقره حواريه